بلا ما يبات ولا يضل. أسرع دجاج محمر بدون قطرة ماء ربع ساعة يوجد. طيب طياب زبدة مع دغميرة تستحق عليها لقب طباخة حشوة. يا سلام، ما عليك إلا سيدتي تبعي معي لا فيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير ديالنا دجاج المدغمر اللي كنحضروه في ساعته باش كنشرملوه باش كنحضروه وكيطيب لينا في ربع ساعة أيه ربع. وما تنساوناش كي العاده ملي لايك للتشجيع فقط واكيد التعليق ديالكم البنائين وبالبارطاج اذا نال اعجابكم لا فيديو. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو على بسم الله نقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا الدجاجه ديالي اللي فيها تقريبا 2 كيلو و100 غرام اللي غسلتها جيدا بسكينجبير والحامض ونشفتها. اول مرحله كنقوموا بها وهاد المرحله مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي مشى عليهم الحال باش يوجدوا الدجاج كيقول لك ضروري نشرملوه يبات ليله او يبقى 4 سوايع 5 سوايع باش يجي نفتي. ها هي الطريقه يا لالا باش يجي كفتي. غناخذوا واحد العود الكيغدو وغنثقبوا الدجاجه ديالنا مزيان 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 مزيان. ناخذوا واحد العود الكيغدو ونثقبوها كلها هي. بعد ما غنكملها من ثقوب ندير ليها ثقوب في الفخاد في الصدر ونركز على الصدر اكثر حاجه. بعد ما ثقبتها ناخذ الكيغدو وغادي نحشيهم ونخليهم ما نحيدهمش. غتقولوا لي علاش؟ تبعوا معايا لا فيديو وغادي تعرفوا علاش غادي نديروا هاد الكيغدو وغادي نثبتوهم ونخليهم. بعد ما ثقبتها كلها بالكيغدو كنعاود نرجع هاد الكيغدو وكندير ثقوب وكنخليها وغنوضعها جانبا وغنمشي نحضر التتبيله او الشرموله ديالي. يعني ما كنضيعش نهائيا الوقت لانني زربانه وباغا نحضر الدجاجه في 15 دقيقه. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا ربطه ديال الربع قزبور معدنوس وغادي نقطعها وغنديرها في هذا الخلاط او الربو. اللي ما عندوش هذا الخلاط او الربو غادي يدير المهرس. عندي هنايا 4 أو 5 ديال الفصوص ديال الثومه وعندي ربع حامضه مصيره، يعني الحامض مصير ربع حامضه. كنقطع الكل يعني كلشي كنديرو في هذا الربو باش نسهل عليا وتا الخدمه كتجي بسرعه. كان عندي هنايا ضامه ديال البنه ديال الدجاج وضامه ديال البنه ديال السمن وضامة ديك الصغيره ديال الخرقوم، يعني ضامة ديال 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 الخرقوم الصغيره هذه اللي كتكون فيها النسمه ديال الزعفران الحر. بالنسبه لهذه التوابل اللي كنضيف انا ما غنديش الملح نهائيا لانني درت ضامة ديال السمن وضامة ديال الدجاج، درت واحد العصره ديال الحامض تقريبا واحد 2 معالق ديال الحامض، معلقه ديال السمن الحر. عندي هنايا 4 معالق ديال البزار وعندي معلقه كبيره ديال سكينجبير، سكينجبير اللي كنكثروه في هاد التوابل. بالنسبه للبزار كندير غير نص معلقه صغيره. عندي هنايا المروزيه اي التتبيله ديال الدجاج اللي معروفه كتباع عند العطاره، الا توفرت عندكم كان احسن كتعطينا واحد اللذه رائعه للتتبيله ديالنا او التغميره ديال الدجاج. وغنضيف شويه ديال الخرقوم البلدي وعندي هنايا 4 كاس ديال زيت الزيتون اي زيت العود وغنطحن الكل هاد الروبو هذا. الا توفر عندكم ما توفرش عندكم غادي تجمعوا كلشي هادشي في واحد المهراز وغادي تدقوه جيدا حتى كتحصلوا على هاد التتبيله الخطيره الرائعه كتجي ريحتها هي باقا ما طابت وريحتها الله الله. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي التتبيله ديالنا. غادي نقسمها لثلاثه، القسم الاول غنخليه للدجاج، القسم الثاني للحشوه، والقسم الثالث للتغميره ديالنا اللي كنطيبوا مع الكبيده الى اخره. عندي هنايا تقريبا واحد 500 غرام ديال البصله اللي منقيه مقشره وغادي نستعملها كذلك في هذا الروبو اللي سهل علينا بزاف ديال الحوايج. يعني بلا ما نبقى نحك ونبقى نشلط ونبقى ندمع ونبكي في هذه اللحظه راني بكيت. يعني هذا الروبو كيسهل علينا بزاف المراحل. غادي نطحنها في هذا الروبو واللي ما عندوش هذا الروبو غيحكها في الحكاكه الغليظه باش جينا على هذا الشكل هذا. جينا البصله ديالنا مشلطه مزيان رقيقه باش كتعطينا لذاك الدغميره واحد الخطوريه ليس لها مثيل. غادي نوضع هاد البصيله ملي قطعتها جانبا، غندوز نحيد داك الكيغدو. ها علاش درنا الكيغدو وخليناهم؟ لان ملي كنا كنثقبوا غير كنثقبوا الدجاج راه يعني كيف ما كنقولوا داك الثقبات كيعاودوا يتجمعوا، ولكن ملي درنا لهم الكيغدو وخليناهم بيد ما وجدت التتبيله ديالي بقاو داك الفتوحات يعني داك الثقيبات بقاو هكاك بارزين في الدجاجه ديالي. هتقولوا علاش داك الثقيبات وعلاش؟ لانني غادي نشرملها مباشره غنطيبها، ما غنخليها لا ترتاح لا ساعه لا ساعتين لا 5 ديال الدقائق لانني مزروبه وجاييني مثلا ضياف على غفله او بغيت نشرملها ونطيبها ديك الساعه. ها
علاش درنا داك الثقوب باش هاد الشرميله وهاد التبيله كتدخل لينا في المسام ديال الدجاجه وكتجينا فتيه ويعني ملبسه مزيان بداك الشرموله وكيدخلوا داك الثقوب كتدخلها داك اللقامه وهاد التبيله كيتبلوا مزيان فهاد بهاد الطريقه هذه ديال الكيغدو. يعني انا ما كنضيعوش الوقت كنشل الكيغدو كنثقب الدجاجه ديالي وكنخليهم فيها كنمشي نحضر التبيله كنرجع نحيي الكيغدو وها انا شرملتها وهي واجده حاضره. بالنسبه للحشوه لكم الاختيار ديروا اي حاجه عندكم. انا فضلت ندير ليها الرز كتجي رائعه بالرز اللي طلقتو تقريبا واحد جوج كيسان تاع بر العنبه ديال الرز طلقتو مع شويه ديال المليحه وشويه ديال الزيت ضفت لهم دابا واحد شويه ديال السمن وضفت لهم الزيتون مقطع والكبده الكبده ديال اللي غادي اللي ديال الدجاج اللي مقطعه وعصرت عليها شويه ديال الحامض والتتبيله اللي قسمت لثلاثه حتى هي زدت عليهم وكنخلط الكل يعني كنجمعوا جيدا وغادي نضيف واحد ربع كاس ديال زيت العود لهاد الحشوه ديال الارز. بالنسبه للارز ديروا داك الصفر ما ديروش الابيض منين سلقتو يعني نص سلقه ما سلقتوش سلقتو نص سلقه ومباشره منين تسلق درتو فواحد الصفايه وخويت عليه الماء بارد جيدا باش كنتخلص من داك النشا ديالو ومنين نعمر به الدجاجه ما يتنفخش ليا وما يتبونباش وما يجينيش معجن ومدقس باش تجيني حبه على حبه. يعني ركزوا على هذه المساله منين نسلقوه نخويو عليه مباشره نسلقوه نص سلقه مع شويه ديال المليحه او شويه ديال السمن ومنين نسلقوه مباشره منين نصفيوه نخوي عليه الماء بارد ونغسلو مزيان ونصفيه باش منين ندير له هاد التتبيله ونعمر به الدجاجه ديالي ما يتنفخش ليا يعني ما يضاعفش الحجم ديالو ويتنفخ ليا ويطرطق ليا الدجاجه. كيفما كتشاهدوا معايا انا عمرت الدجاجه ديالي جيدا داك الرز وبقى لي منها واحد شويه غادي ندير بها شي حاجه وغادي بغيتو تخيطوا خيطوا الدجاجه ديالكم. بغيتو انا درت ليها غير اعواد ديال الكيغدو فقط يعني راه ما غاديش يخرج لينا وما غاديش يتحل ولكن الا كنتو بغيتو تحيدوا الشك غتشدوا البرا والخيط وتخيطوا داك الدجاجه مزيان جيدا. ناخذ الكوكوط ديالي اي طنجره ديال الضغط وداك البصله يعني داك 500 غرام البصله اللي شلضناها او طحناها في الروبو غناخذ الربع ديالها ماشي الكميه كامله الربع ديالها وغنفرشها في الكوكوط اي طنجره ديال الضغط وغادي نوضع الدجاجه ديالي عادي غادي نوضعها على الصدر يعني ضروري نحطوها على الصدر حيت الصدر اللي كياخذ الطياب وفي نفس الوقت باش ما تشد لي ما تلصقش لينا. عندي هنايا ربع كاس ربع كاس ديال زيت الزيتون الا متوفر عندكم ما متوفرش ديروا الزيت العاديه ولكن احسن زيت الزيتون باش كتعطينا واحد اللذه رائعه جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقلب الدجاجه ديالي على الصدر ديالها مع ربع كاس ديال زيت الزيتون ما كنضيف ولا قطره من الماء بكل امانه وبكل صدق ومصداقيه والله شاهد على ما اقول. كنسد الكوكوط ديالي جيدا وكندير الصفاره وكنشعل عليها النار مهيله يعني النار مهيله كنخليها النار مهيله غير مجرد ما كتبدا تصفر ليا منين تصفر كنحسب 10 دقائق منين تصفر يعني منين سمعه كتصفر من تما ونمشي نشوف الساعه نحسب 10 دقائق كدوز 10 دقائق كنحل عليها كنلقاها طلقات داك الماء ديال الدجاجه ديالها وفي نفس الوقت طابت. باش نتاكدوا بانها طابت غنجيب واحد العويد كيغدو كيغدو نفسه اللي كنا خدمنا به وغادي ندير واحد الثقب في الدار ديالها او في الخيط وغادي نشوف مزيان الا طلعت ليا الماء يعني ملي كندير داك الثقب الا طلعت ليا الماء راه باقا خاصها طياب ما طلعتش ليا الماء صافي راه ناضجه. انا درت هنايا الاعواد ما كاين ولا قطره ديال الماء ما طلعتش ليا الماء راها ناضجه. كنديرها في واحد السوينيه او الحاجه اللي غادي ندخل الفرن وكنحطها باش ندخلها تحمر يعني 10 دقائق سديت عليها في الكوكوط وواحد 5 دقائق باش تحمر ليا في الفران. بالنسبه باش غادي ندهنها لكم الاختيار وباش متعودين انا الاقتراح ديالي باش كندهنها وكتجيني محمره ومقرمشه ولذيذه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده معلقه صغيره ديال السمن وشويه ديال التحميره ممكن تزيدوا الصلصه ديال الطماطم ممكن ديروا شويه ديال المونطارد انا المونطارد ما تصابش عندي كندير بعد مرات معلقه صغيره ديال المونطارد وشويه ديال الزيت قطرات ديال الزيت غنحرك الكل جيدا وناخذ واحد البانسو وندهنها كلها هي وغندخلها للفرن يعني انا سخنته من قبل باش دغيا تشمع ليا وتتحمر يعني ما تاخذش ليا وقت بزاف. انا شعلت الفرن وغادي ندخلها نشعل عليها من يعني على الوجه ديالها وغادي تحمر وما نساهاش عليها يعني ملي غتحمر من هذا الفاس غادي نقلبها للجوانب والفاس الاخر حتى كتحمر تاخذ ليا اللون اللي انا باغاه
وهذيك ساعتي غادي نخرجها. بالنسبه للحشوه اللي بقات ليا ديال الارز، عندي هنايا واحد شويه ديال الورق كان بقى ليا ديال الفيلو او ورق بسطيله، يعني الا كان توفر عندكم الورق. بقات ليا الحشوه ديال الارز، حيت تبارك الله الرز واخا كنديروا عبر كاس ولا جوج كيزد كلينا. عمرت هاد البريوات وغادي ندهنهم كذلك وندخلهم، يعني هاد البريوات اخر حاجه كنت متوقعه غنديرهم، يعني ما كانوش على بالي نهائيا. غندير غير دجاج عادي بالتغميره، ولكن بقات ليا الحشوه وقلبت لقيت كاين الورق ديال الفيلو، قلت علاش لا ما نديرهمش كمرافق لهذا الطبق. بعد ما دخلت البريوات ديالي والدجاجه ديالي الفرن، غادي نمشي ناخذ الكوكوت اللي كانت ديجا فيها الدجاجه، راه باقا فيها داك المريقه، غنفرغ فيها داك البصله اللي بقات ليا، وغادي نفرغ فيها داك الجنيوحات والعنيقات وشويه ديال الكبده وهاد التتبيله الاخيره اللي كنا قسمنا على ثلاثه. ها علاش قسمنا على ثلاثه؟ القسم الاول كنا شرملنا به الدجاج، القسم الثاني درناه مع الارز، والقسم الثالث هو هذا اللي غنطيبوا به هاد التغميره. هذه كتجي من اروع ومن ألذ ما يكون. انا ما على شويه يدقوا عليا الجيران يقولوا لي مبارك مسعود، يعني ريحه العرس كانت عندي في الدار. يعني بداك دجاجه وحده دارت ليا ريحه العرس. كذلك غادي نديروا نفس الطريقه باش طيبنا الدجاج، يعني منين حنا الكبيده والعنيقات وداك الجنيوحات، غادي ندير هنايا 4 كاس ديال الزيت. يعني في الطوطال ديال الزيت باش خدمت هاد الدجاج نص كاس الاول درناه في الدجاجه ونص كاس هنايا. بالنسبه للماء غندير هنا من كاس حتى لجوج كيسان ديال الماء، في هاد التغميره ضروري نديروا الماء من كاس حتى لجوج كيسان، يعني الدجاجه اللي ما درناش فيها ولا قطره من الماء. بالنسبه للتغميره درت كاس وزدت نص كاس اخر، غادي نسد عليها وندير ليها الصفاره ونخليها يعني تقريبا واحد خمسة دقائق على نار عاديه ماشي متوسطه، كي تكون التغميره ديالي طايبه حاضره ناضره. والنتيجه على عينيكم، النتيجه يا سلام كيجينا طايب افتي محمر كاننا مرقدينو، او كيف ما كنعرفوا الدجاج ضروري نشرملوه ونرقدوه بليله قبل، او على الاقل نديروه في الصباح حتى العشيه نطيبوه. هذا كيجي من اروع ومن ألذ ما يكون، صدقوني وبكل امانه وشاهدتي في هاد الدجاجه المحمره مجروحه، كتجي من اروع ومن ألذ ما يكون ومن اسهل ما ممكن توجديه في الدجاج محمر من اليوم، ما يبقاش يخلعك واخا يكونوا حتى 4 حتى 6 ديال الدجاجات. بهالطريقه كيف تجيبيهم غطيبيهم، ما تسني عليهم لا يباتوا ولا يضلوا. سيداتي غير جربي هالطريقه بلا تخمام بدون تردد، وغتردي عليا الخبر اكيد في التعليق، غترحميني عليهم، واللي ذاقو غيعطيك لقب طباخه على هاد الدجاج هذا والتغميره الرائعه جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي فتي، يعني كنقيسو بالفورشيت كيف ما كتشوفوا فتي، يعني كما كان شفتي غادي تهبط اللحمه وحده كتله وحده، انا قصو بالفورشيت كيهبط خيوط لي طايب كانه مرقد وبايت. وبالنسبه للحشوه كتجي رائعه جدا، كتجي يعني الرز مفرز وكتجي لذيذه، واللي بغى يدير الشعريه الصينيه او اي حشوه يديرها. انا كثرت دائما كندير الشعريه الصينيه، قلت علاش لا ما نديرش الرز، كيجي رائع جدا. نتمنى هنا اعجابكم لافيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين وبالبارطاج مع العائله ومع الاقارب عبر الواتساب الفيسبوك باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي ويعجبوا المحتوى، ما عليه الا يفعل جرس فضلا وليس امرا باش توصل دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. كنشكركم المتابعه ونتمنى ينال اعجابكم لفيديو ديال اليوم. شكرا لكم وبصحه وراحه، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه.